فكره الفيلم وتقييم مميز وعرض خاص كمان لولاد رزق مره تانية وتكريم ليه. تكلمينا عن ولاد رزق وشايفه نجاحه ازاي كمان؟ طبعا انا سعيده جدا بنجاح الفيلم ولاد رزق ومشاركتي فيه. مبسوطه جدا ان انا ضمن المجموعه الرائعه دي وان هو بيتعرض في جمعيه في مهرجان جمعيه الفيلم. ده مهرجان مهم جدا وتعرض فيه الجزء الاول من ولاد رزق وكنت يعني محظوظه ان انا خدت جائزه احسن ممثله في جمعيه الفيلم من 4 أو 5 سنين سنه عرض ولاد رزق واحد، وبنتفرج عليه السنه دي كمان وان شاء الله يعني يكسب. ضربنا واتبهدلنا في الفيلم ده جامد، واحمد يعني عز عمل معاك كل ما يتعملش ليه كده. هو بقى الحمد لله الفيلم طلع حلو قوي وانا سعيده جدا بيه وبتجربتي فيه وان دور مختلف والحمد لله انه عجب الناس. شايف ولاد رزق فادك قد ايه في مشوارك يا نسرين من الجزء الاول وبعدين الدعم اكيد بجزء التاني؟ طبعا فادني كتير جدا، خصوصا ان الجزء التاني نجح الحمد لله زي الجزء الاول او يمكن اكتر. فلا هو فادني طبعا في مشوار فني، فادني ان انا اشتغل مع مجموعه رائعه ومخرج ممتاز متميز زي استاذ طارق العريان وكل المجموعه الحقيقه كوكبه من النجوم. يعني شكرا لسه منك نبيل عبيد ونبيل الجندي كمان في اللقاء بتاعهم، تكلمينا عن ده وعايزين نعرف رايك لو نشوفهم النهارده متوقع العمل بشكل كبير. مبسوطه جدا من التجربه دي ومتحمسه لهم وان شاء الله هتفرج على المسلسل يعني عشان انا بحبهم جدا من زمان واحب اتفرج على العمل اللي هيعملوه لهم. اكيد ان شاء الله يعني هم بينقوا اعمال متميزه فان شاء الله يطلع عمل جميل. مضيت عمل خلاص لرمضان اللي جاي فعايزين نعرف تفاصيله بقى. لا انا مضيت بس صعب بقى تفاصيل يعني. طيب نتكلم عن المسلسل مع ايمن سلام وخالد النبوي. فالدور طيب شكله حتى ايه؟ طيبه شريره يعني حاجات الخط العريض بس الاثنين الاثنين طيبه وشريره. هقول لك تفاصيل. نسرين طبعا ما حدش في الدنيا ما حطش على محمد سامي بعد اللي قاله عنك، فانت بقى تردي تقولي على ده ايه النهارده؟ ارد اقول لك احنا دلوقتي في مهرجان جمعيه الفيلم، لو في اسئله داخل المهرجان تمام، لو في بره حقك تردي على ده برضو. لا لو في اسئله بره الفيلم نتكلم عليها بره بقى المهرجان. ميرسي.